من هو اللي قال ان المحال ننظر شروق الشمس في ليل ومساء ما هو خيال هذا الجمال نسى المسالون بضيح للنساء هالليل هذا فاطمه تغير مفاهيم العقول يوم اكبرت صرنا نقول الف الصلاه والسلام على الرسول على الاهبات العروسه زفه زفه قصايد شعر سحب المسيح من الامعاء بطلب الاتصال على جوال 0501-3-6-6-6 او من خارج المملكة 0-9-6-5-1-3-6-6 حصريا على زلفات العروس زلفات السنة زلفات قصايد شعر سحب الموسيقى الراحة بطلب زلفتها وبدون يرجى الاتصال على جوال 0-5-0-1-3-6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 
الهادي الأمين تكبر علينا أخذ السحاب وقدامها حل انت واضع الانتراب مثل المطر تمشي وقلب الأرض دار خطواتها غيم مهددة لجيم درت حالة درت صلاة درت فصوح بتفرد لو باسمها سمى القلوب حتى مرايا الحزن لا يمكن تشوف مثل الحالة هذا ومثل الزين الزين درت حالة درت صلاة بتفرد لو باسمها سمن حلوم حتى مرايا الحزن لا يمكن تشوف مثل حالة هذا ومثل الزين زين بنت الكرام ولا لها أغلى الرجال قلب السخاء والطيب يضرب فهم تال من جوده سارت غار من اليمين على زفت زفت من كل الأمور طلب زفتك وبيدي الفرق يرد الاتصال عنه جوال 0531 3466 أو من خارج المملكة 0096 5134 6666 على زفات العروس زفات السن زفات قصايد
قصايا شعر تسحب الموسيقى من الأغاني قبل زفتك وبيدير المحل يرد الاتصال على جوال أغلى الرجال ويستحق أحلى البنات والطيبين الطيبهم الطيبات من أصل واحد في السمو وفي السماء المجد والعزة جبيل أغلى الرجال ويستحق أحلى البنات والطيبين الطيبهم للطيبات من أصل واحد في السمو وفي السماء المجد والعزة جبيل الدار غنت في فرح أو في القلوب قلبين دايم في محبتهم نذوب والدعوة اللي تنتظر من كل صوب يلا عساهم في هنا كل السنين